يا مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة، مساء الأمان وراحة البال والطمأنينة. يا رب يسعد قلبكم وقلبنا ويخلي كده في قلوبنا دايما الفرح والسعادة، وفي قلبكم انتوا كمان. كل سنة وانتوا طيبين. داخلين إن شاء الله على سنة جديدة، فكتير بنبقى محتارين، حتى أنا منكم بنبقى محتارين نقدم إيه، نعمل تقديمات إيه. حتى لو انتوا هتخرجوا بره او كده، بس بيبقى حابين طول النهار تعملوا تقديمات حلوه للولاد، لزواره، لضيوف جايين لكم، انتوا رايحين زوارات بره تاخدوها معاكم طبق حلو، وكمان في الايام العاديه. بس بما اننا احنا داخلين على سنه جديده، عشان كده بقول الكلمتين دول. ولا ده الطبيعي؟ المفروض طول السنه وطول الوقت بتعملي الحاجات دي في البيت احلى وانضف مليون مره، وبتبسط بقى الولاد جدا وبتخليهم مبسوطين. حتى انت مثلا تقومي كده تصحي تعملي طبق زي ده، وتاخدي واحده مع القهوه بتاعتك، العصاري مع القهوه في اي وقت. يعني ده اللي يتقال عليه الصبح ماشي، الظهر ماشي، العصر ماشي، لان حلو وحادق وطعمه بجد فعلا حلو قوي. وهوريكم ازاي تعمليه مقرمش جدا وفي نفس الوقت طري، يعني بيتقطم بسهوله ناعم، مقرمش بس ناعم قوي قوي، بيدوب في ثواني. يلا بينا لايك، والله يرحم امي وابوي ويغفر لهم ويجعل قبرهم روضه من رياض الجنه. مقاديره سهله قوي، كوبايه من الطحين وعليها معلقتين من النشا وتلات معالق من السكر، وكمان فانيليا ومعلقه صغيره من البيكنج باودر ممسوحه صغيره جدا، وبيضه واحده، و70 جرام من الزبده. هحط اول حاجه السكر مع البيض والفانيليا والزبده، دول اول حاجه هتضربيهم بالخلاط كويس جدا ضربه محترمه لغايه ما يبقوا ايه، خليط كده كريمي. تقدري تعملي الخطوه دي في بالويسك العادي اللي هو بالمضرب العادي في بوله كده عاديه تخلطيهم. بس انا بما ان السكر عندي كان مش ناعم، ففضلت ان انا احطه في الخلاط، اديله ضربه كده مع الزبده والبيضه. ضربتهم خلاص، هتنزليهم بقى في بوله. على فكره طريقه ما بتاخدش منك دقيقه، سهل قوي قوي، يعني انا مش شايفه في اي صعوبه، وناجح اكتر من الجاهز الوحش ده. طيب بعد ما خلطتهم حطيت عليهم كوبايه الطحين ومعلقتين النشا، حطيت معلقه ودلوقتي هحط معلقه التانية. تمام. وكمان المعلقه صغنونه ممسوحه بالبيكنج باودر بس كده. بصوا هو اتلمت خلاص، بس كنت عايزه لها معلقه، يا معلقه دقيق يا معلقه نشا، براحتك حطي اي واحده فيهم. تمام. وهتلميها كده وهتحطيها في الثلاجه 5 دقايق بس، 5 دقايق ما تجهزي الصينيه بتاعتك وتشغلي الفرن وكده. هتجيبي بقى القوارب بتاعتك وتبداي ايه، تاخدي قطعه قطعه، اهي بصي هي متماسكه وحلوه. طيب تمام. بصي بقى ليكي خيار من الاثنين، اما تفرديها على ورقة زبدة بعد كده تقصيها وتحطيها على ظهر قوالب الكب كيك، أو تعمليها كده في القوالب على طول، تاخدي قطعة قطعة وتطبقيها قوي، بعد كده تشيلي الأطراف. بعد كده بالشوكة هتخرميها علشان ما تنتفخش وتعلى. أيوة كده ضروري جدا، كل الكمية عملتها كده خلاص. تمام. بعد كده بعد كده تحشيها. أنا هوريكم كام فكرة للحشوة، هقولكم على كام فكرة. أنا بحب أحط جبنة لبنة واحط عليها زعتر ورمان، او احط جبنه كرافت او كيري وبعد كده مربى وبرده فراوله او رمان. يا جماعه دول تحفه، الطريقه دي تحفه. او تحطي بقى تعملي ايه، تعملي او حطيت توت، او تحطي توت مع جبنه كرافت ولبنه وتعملي ميكس ليهم كده، بيبقى طعمها بقى دي خطير خطير خطير، وتحشيها. او تعملي بقى ايه لو عايزه حاجه تانية، لو عندك عيد ميلاد ومناسبات، تقدري تعملي تونه مع ذره وفلفل اسود وجبنه كرافت وتلام وتعجنيها وتحشيهم بيها، بتبقى خطيره كموالح. الطرت انت بقى بدعي في الحشوات، او تعملي كساديه وتحشيها فيها، يعني بدعي شاورما، حطي اي حاجه. ايه رايكم فيها؟ بس الطبق ده كده الشكل النهائي، شيك جدا وطعمها خطير، طريه قوي وفي نفس الوقت مقرمشه وجميله. بحبكم كتير. لو لسه مش معايا على اليوتيوب والفيسبوك، تفضلوا معايا باسم عرنا العبودي، وما تنسوش تضغطوا لايك وشير كتير الفيديو، وتعليقكم هيساعدني. باي باي، نتقابل في فيديو جديد، ويا رب يرحم امي وابويا، يا رب ويغفر لهم ويجعل قبرهم روضه من رياض الجنه، ويحفظ اهاليكم ويجعلهم تاج على راسكم. وكل سنه وانتم طيبين، وانتظروني فيديوهات جميله جدا الايام الجايه.
السلام على الجميل. كمان عدى كل حاجة. طراوة ما اقولكمش، طعم رهيب.